مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا خالد شقير. بعد التحية خالد، نتحدث حول التقديم إلى الجمعية العامة للبرلمان الفرنسي للخطوط الرئيسية لمشروع قانون اللجوء والهجرة، ماذا عن التفاصيل حول هذا المشروع؟ نعم حسني، بالفعل إليزابيث بورن رئيسة الحكومة الفرنسية وأيضا وزير العمل ووزير الداخلية جيرار دارمانا كانوا على موعد مع عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون الهجرة، هذا الملف القديم الجديد والذي تحاول الحكومة الفرنسية قبل أن يتم عرضه في يناير القادم وضع النقاط على الحروف معه ومناقشته أمام الجمعية الوطنية أو البرلمان الفرنسي وأيضا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي. وخلال هذه المناقشة أكدت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية على أن سياسة الحكومة الفرنسية لم تتغير، وهذه السياسة هي تقتضي باختيار الأفضل للحكومة الفرنسية من المهاجرين الذين يمكن الاستفادة منهم في قطاعات مختلفة. وهي هنا تؤكد تصريح وزير الداخلية الفرنسي بأن لا مكان للسيئين بفرنسا، وأن فرنسا سيتم اختيار من يتم تصحيح وضعهم، حيث أن هناك الملايين من العمالة غير النظامية أو المهاجرين غير الشرعيين هم الآن بفرنسا ويعملون في مجالات حساني هي تشهد عجزا كبيرا كالبناء والإنشاء والأمن، أمن الشركات الخاصة وأيضا النقل وأيضا العاملين في قطاع المطاعم وقطاع الفنادق. لكن العقبة هنا خالد، العقبة هنا اليمين المتطرف، لأنك هنا تجد دائما ما تتخذ الحكومة من إجراءات أو حتى قوانين تجد ماري لوبان في الناحية الأخرى، اليمين المتطرف. هل يعني ماذا عن اليمين المتطرف وكيف يمكن أن يقف ضد هذا المشروع؟ الحقيقة يعني هي تحدثت وتحدثت بغضب شديد لمواقف اليمين المتطرف من قضية الهجرة والمهاجرين، وأكدت أن فرنسا لديها قيم لابد أن تحافظ عليها، وأن الاصطياد في المياه العكرة من قبل اليمين المتطرف أو أقصى اليمين أو حزب التجمع الوطني الفرنسي لا يمكن أن ينظر إليه بارتياحية. كانت الحقيقة في يعني هاجمت حزب التجمع الوطني أو أقصى اليمين لبارديلا وهو رئيس الحزب الجديد، وأيضا مارين لوبين لأنها هي رئيسة الكتلة الخاصة بالتجمع الوطني في الجمعية الوطنية، ونادت الحقيقة يعني المترددين من حزب اليمين الديجولي وهو حزب الجمهوريين، لأن حساني هذا الحزب إذا لم يصوت في الشهر القادم على هذا القانون لن تستطيع الحكومة الفرنسية تمرير هذا المشروع، مشروع القانون، لأن هناك معارضة أو حزب الجمهوريين هناك نسبة منقسمة خلال يعني من خلال النظر إلى هذا المشروع. نعم، هنا على صعيد أزمة الطاقة طبعا هناك سيناريو يقول الفرنسيون أنه يعتبر السيناريو الأسوأ في فرنسا، متمثل في قطع التيار الكهربائي لعدة ساعات. يعني كيف يبدو هذا الموضوع مهما، وأيضا الإجراءات التي يمكن أن تطال القطاعات المختلفة حتى المواصلات وحتى أيضا المدارس؟ الحقيقة يعني حساني أنا أحدثك ومن خلفي هنا محطة لاجار سان شارل وهي محطة القطارات السكك الحديدية، حيث من المنتظر أن تشهد بعض من الإضرابات وبعض من الاضطرابات وبعض من الأزمة فيما يخص التنقل ما بين المدن، بين مارسيليا وباريس وبين ليون ومارسيليا وليل وغيرها من العواصم الفرنسية. أزمة الطاقة تدق ناقوس الخطر ويعني تحاول السلطات الفرنسية تطمين الفرنسيين وبصفة خاصة أعياد الميلاد ورأس السنة على الأبواب، وكان هناك إضرابات من العاملين في شركة السي إن سي إف في هذا المجال. أزمة الطاقة والانقطاعات في الكهرباء أيضا تدخل إلى الأفق، وبصفة خاصة بعد تصريح للمتحدث الرسمي لشركة أنديس، وهذه الشركة هي شركة التي تقوم بعملية. لكن ماكرون خالد يعني قال إن إثارة الخوف بشأن أزمة الطاقة هو أمر عبثي، وأنا أحدثك هذه موجودة استنابة على الشاشة، يعني ف
كيف تبدو الأمور؟ لأنه طمئن المواطن الفرنسي فيما يبدو. بالفعل هو بالفعل، لأن هذا الحديث الذي أدلى به المتحدث الرسمي بشركة أنديس اللي هي شركة خاصة بتصليح التقنيات أكد على أن الانقطاعات ستكون في بداية العام وممكن في نهاية العام، ولهذا الرئيس الفرنسي دخل على الخط. أشكرك على العموم على يعني خالد، لأن تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع. أشكرك جدا من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، كنت معنا مباشرة.